بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على البروبلم almost equal من 1206C. البروبلم دي يعني بتقول ان احنا هنديك رقم n، هتكتب الارقام من 1 ل 2 n وترتبهم بترتيب بحيث ان احنا هنجرب نقف من عند كل رقم فيهم ونكريت sequence اللينس بتاعها ان يعني كونسيكتيف تلات ارقام ورا بعض. مثلا هنا كانت تلات ارقام، فالارقام من 1 ل 6، فهناخد اول تلات ارقام ورا بعض، تاني تلات ارقام ورا بعض، تلات ارقام ورا بعض، وهكذا ايه 6 مرات، لان السايكل اللينس بتاعها 2 ان، يبقى كل رقم بيبدا سايكل، فيبقى عندنا ايه 6 سايكلز. هات بقى المجموع بتاع كل الارقام دي، لازم الفرق ما بين اي رقمين فيهم يكون واحد. خلاص. فمثلا زي ما قلت، مثلا لو احنا معانا السيكونس اللي هي واحد الان ب3، يبقى معانا ارقام من 1 ل 6، ومثلا دي فاليد سيكونس. هات بقى مجموع اول 3 ارقام يطلع 10، التلاته اللي بعد كده 11، بعد كده 10، بعد كده 11، 10، 11. خلاص معانا كام سيكونس؟ يبقى معانا 2 ان سيكونسز، كل واحده لينس بتاعها ايه ان. المطلوب انك انت تديني سيكونس فاليد. خلاص، لو مش فاليد تقول ان هو مش ايه، مش فاليد. خلاص. اي حد يبقى يعني ليه باع في الكومبيتيتيف بروجرامنج على طول هيجي له انتويشن بحاجه من الاثنين. ان اول حاجه ان السيكونسز الفاليد دي هتبقى ليميتد، يعني هو في بيرميتيشنز كتيره بس الفاليد منهم لازم هيبقى محدود يعني بصوره او اخرى. وغالبا يعني البروبلم دي حاجه من اثنين، يا اما هتطلع باترن بروبلم يا اما هتطلع كونستراكتيف بروبلم. خلاص. طيب لو انا عايز احلها از باترن بروبلم، المفروض ان انا احاول اجيب الباترنز الصح واشوف لو عرفت اطلع اوبزرفيشن. ازاي اجيب الباترن الصح؟ هجنريت كل البرميتيشنز، هجنريت السمز، هعمل لهم ايفالويشن هل كله صح ولا غلط واشوف. الكود ممكن يبقى طويل سنه صغيره، وممكن يبقى بطيء عشان بتعمل برميتيشنز كتير، ممكن الاوبزرفيشنز تبقى صعبه، ما هو برده مش هيبقوا من 2 3 4 سيكونسز. فالاوفر اول ان ريسك انك انت تجو الطريق ده. الطريق الثاني كونستراكتيف. ايه الكونستراكتيف الجوريثمز؟ هي فكره اد هوك، ما فيش حاجه معينه تعملها ستادينج. انت بتفكر بطريقه اد هوك تبني بيها الحل بصوره تماشي البروبرتس اللي هو عايزها. في دايركت اوبزرفيشن نقدر على طول ناخد بالنا منها من السامبل بتاعنا، ان كل الارقام لازم تبقى اكس او اكس بلس 1، يعني اي مجموعه من الارقام لازم يبقى اكس اكس بلس 1. في حالتنا هنا كان 10 وايه و11. خلاص، لازم هيبقى اكس اكس بلس 1، لا مفر من ايه، لا مفر من ذلك. خلاص. وبديهي مثلا ان مثلا السيكونس الاولانيه مش هتبقى اكس، واللي بعدها اكس، واللي بعد كده اكس، وبعد كده اكس بلس 1. لا، انت برضو السنس يقول لك ايه، عشان نعرف نولد سيكونسز فاليد غالبا الاولى ممكن تكون اكس، اللي بعدها تبقى اكس بلس 1، اللي بعدها تبقى اكس ماينس 1، اللي بعدها تبقى اكس بلس 1. ليه؟ عشان بتحاول تعمل الايه، البالانس دوت. ده برضو انتويشن يعني. طيب في اوبزرفيشن هنا ظريفه دلوقتي. لو انا معايا سيكونس فاليد اسمها بي، اي شيفتنج في السيكونس دي هيبقى فاليد برضو، وده من الاسباب اللي خلينا ما نجربش موضوع الباترن دوت. يعني دلوقتي لو انا معايا السيكونس اللي هي 1 6 3 2 5 4، انا ممكن اعمل اي شيفت للسيكونس دي. مثلا ممكن تخليها 6 3 2 5 4 1 فاليد سيكونس، خليها 3 2 5 4 1 6 فاليد سيكونس، خليها وهكذا. فلو انت اديتني سيكونس فاليد في منها 2 ان فاليد سيكونس، خلاص، فاصلا السيكونسز الفاليد كتير شويه، بس هما هيكون في حاجه بتعمل لهم ليميتنج. خلاص. طيب كون ان في دايما لو السيكونس فاليد اي شيفتنج ليها فاليد، فده هيخليك كده تفكر في اوبزرفيشن هي مش مهمه قوي بس انا حبيتها، يعني هي ان احنا ممكن نثبت رقم. يعني انا ممكن اثبت القيمه بتاعت اول السيكونس، يعني دلوقتي مش السيكونس من 1 ل 6، خلاص لازم هيكون في فاليد سيكونس بتبدا بايه؟ باي رقم انا عايزه، خلاص منهم. ففي حاجه ممكن نسميها كده باوندري ثينكينج، اللي هو بتفكر من عند الباوندري شويه، مش فارقه برضو كتير هنا. على اي حال انا قررت ان انا اثبت اول السيكونس لواحد. خلاص. ف ولو في فاليد سيكونس لازم هيكون الواحد اولا، دي مش اوبزرفيشن كريتيكال بس ايه، ظريفه يعني. طيب الانتويشن الثاني المهم اللي هو بيجي من، لو انت عارف يعني ايه سلايدنج ويندو، فانت دلوقتي لو معاك سيكونس اي بي سي دي اي، دي 5 ارقام بيتجمعوا على بعض، والسيكونس اللي بعدها بي سي دي اي اف. الناس اللي عارفه سلايدنج ويندو عارفه ايه؟ عارفه المعلومه اللي كالاتي: لو السيكونس الاولى مجموعه اكس واللي بعدها واي، واي دي اكشلي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس ناقص اي زائد اف. ليه؟
تيجي تبص تلاقي ان اللي في النص ده كله كومن بي سي دي اي. فانت معاك اكس، لو رحت شلت من الاكس الاي ديت وضفت على الاكس الاف دي هتجيب الواي. خلاص ده معناه ايه؟ ان من سيك ان الكونسيكتيف سيكونس، دلوقتي احنا بنحاول نركز قوي على موضوع الكونسيكتيف عشان نبني الكونسيكتيف سيكونس الاولى والثانيه، انت ممكن بس تفكر في علاقه الاولاني بالاخير. طيب البروبلم اصلا طالبه منك ايه؟ بيقول لك اي اتنين كونسيكتيف سيكونس اللينس بتاعهم ان لازم الفرق ما بينهم واحد. فده معناه ايه؟ انا دلوقتي وانا عايز ابني السيكونس لازم انا عملت السيكونس الاولى ايه دي اللي علاقه ما بين الاي والاف لازم تكون يا الاي بفاليو والاف يعني اما مثلا الاي بخمسة والاف بستة، يا اما مثلا الاي بستة والاف بخمسة، يعني لازم يا انا اكبر منك بواحد يا اصغر منك بواحد. دي الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر ابني السيكونس الجاية انها تكون الفرق ما بيني وما بينها ايه واحد. وقلنا كده الانتويشن برضو يخلينا ايه نحاول نبنيها كانها عماله تزيد تنقص تزيد تنقص تزيد تنقص عشان نعرف نولد الباترن ده، وده احنا اصلا شفناه في السامبل، هو انتويشن جاي من السامبل. طيب دلوقتي انا ثبتت الاي واحد بواحد، في اوبسرفيشن هي برضو مش كريتيكال قوي بس ظريفه، لو انا ثبتت الاي واحد بواحد ده معناه ان الاي بتاعت الان بلس واحد، معلش دي مش واضحه هنا في الكتابه، ان بلس واحد بكام؟ لازم تبقى باتنين. دلوقتي انا ثبتت الرقم ده بواحد، ولما هاجي اشيل الواحد اللي هو الصم بتاع اول تلات ارقام وانتقل للصم بتاع تاني تلات ارقام، هشيل الواحد عشان ادخل القيمه اللي هنا، القيمه اللي هنا دي يا اعلى مني بواحد يا ازيد مني بواحد، بما اني بدات واحد وده ميزه الباوندري ثينكينج القيمه دي لازم تبقى اتنين. خلاص كده؟ طيب دلوقتي عرفنا ان دي واحد ودي اتنين، ولو في حل فاليد لازم هيكون هنا الواحد ولازم هيكون هنا الاتنين، لازم. خلاص؟ طب بقيه الارقام نعمل ايه؟ زي ما قلنا احنا ايه هدفنا؟ هدفنا ان كل السيكونسز تبقى الفرق ما بينهم واحد وناقص واحد. خلاص؟ وعشان نحقق الموضوع ده من مصلحتنا ان احنا نخلي كل سيكونس الاولى لو مجموعه اكس الثانيه تبقى اكس بلس 1، اللي بعدها اكس، اللي بعدها اكس بلس 1، اللي بعدها اكس، اللي بعدها اكس بلس 1، وهكذا لحد ما نخلص الايه؟ الاثنين ان نمبر. خلاص؟ طيب دلوقتي انا عايز ابدا اقرر ايه القيمه اللي احطها هنا؟ تعال نفكر شويه، افرض انا قلت لك هنحط في القيمه دي 8، باوندري ثينكينج بالمناسبه، لو انا حطيت القيمه دي 8 لا مفر ان القيمه دي تبقى 7. خلاص؟ طيب انا حطيت هنا 8 حطيت هنا 7، طب افرض انا حطيت هنا 7 ممكن احط هنا 8 ممكن احط 6، الفروق واحد. خلاص؟ دلوقتي انا لو حطيت دايما الرقمين كده الفرق ما بينهم واحد يبقى كل سيكونس واللي بعدها الفرق ما بينهم واحد، بس خليك فاكر هدفنا ان كل السيكونسز يبقى الفرق ما بينهم واحد مش بس الكونسيكتيف سيكونس. فعشان كده احنا ايه من هنا يعني انا ممكن مثلا اجي اقول ايه حط ده 8 وده 7 خلاص خلصت. طب اعمل ايه في ده؟ حط ده 6 وده 5 خلصت. كده كل سيكونس واللي بعدها الفرق ما بينهم واحد، بس ده مش معناه ان كل السيكونسز مع بعض الفرق ما بينهم واحد، انا عايز اظبطها بقى. فاللي هيظبطها ايه؟ ان انا اخلي السيكونس بتزيد وتقل بتزيد وبتقل. طيب خلاص؟ فلما اجي افكر الارقام الباقيه اللي هم مين؟ 3 4 5 6 من مصلحتي ان انا اقربهم بيرز، مثلا 3 و4 و5 و6. طب احط مين فيهم باي ترتيب؟ اي ترتيب يعجبك، انا ايه اللي يهمني؟ تزيد تقل تزيد تقل. فانا لو جيت هنا انا دلوقتي الواحد للاتنين اللي حصل زادت صح؟ شلنا الواحد دخلنا اتنين، يبقى اللي بعدها لازم تقل. فلو انا حطيت اربعه هنا ينفع احط هنا تلاته، لو انا حطيت هنا سته ينفع احط هنا خمسه. خلاص؟ ممكن واحد يقول طب بلاش نقسمهم تلاته اربعه خمسه سته، ايه رايك نخلي الاربعه والخمسه مع بعض؟ ظريف، بس كده التلاته والسته بقوا مع بعض، ده مش فرق واحد. فمن مصلحتك انك انت تقسمهم اتنينات اتنينات ورا بعض كده. خلاص؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح نحط هنا اي بير يعجبك، حط بس قيمته الكبيره هنا وحط هنا قيمته الصغيره، كده نقصت واحد. لما تيجي هنا حط البير اللي بعده بس حط هنا الصغير وبعد كده الكبير. يبقى احنا عشان نمنتين كل الكونسيكتيفز مع بعض يكون الفرق ما بينهم واحد لازم نظبط حته ايه؟ انه عمال يزيد واحد وينقص واحد دي. خلاص؟ تيجي تبص بقى مثلا ايه هنختار بالمنظر ده، حطينا هنا الاربعه حطينا قصاد التلاته، حطينا هنا الخمسة حطينا قصاد الستة. انت كنت ممكن تحط هنا الستة وهنا الخمسة، بس مش هيبقى كل البيرز مع بعض، هيبقى الكونسيكتيف بس مع بعض. لو حطيناها بالمنظر ده بتزيد وتقل تزيد وتقل تزيد وتقل، ودي هي الحاجة الوحيدة اللي هتمنتين السيكونس لين. خلاص؟ فلما تيجي تبص بقى لو خرجنا واحد ودخلنا اتنين زدنا واحد، لما نيجي نخرج تلاتة وندخل تلاتة ننقص واحد، نيجي ندخل خمسة ونخرج خمسة وندخل ستة تزيد واحد، وهكذا. شايف ايه السيكونسز دي؟ وهتلاقي اللي تحت عكس الايه؟ اللي فوق.
وزي ما قلنا كل المهم انك انت تمنتين موضوع الزياده والنقصان. يعني انا هنا حطيت 4 وقصاده نقصت 1 3، ممكن احط 6 وقصاده نقص 1 تبقى 5. خلاص كده احنا بقى معانا كونستراكتيف الجوريثم قائم على شويه اوبزرفيشنز. طيب بالنسبه للايفن ان، من الواضح كده من السامبل ان الان ب 4 فشلت، فليه فشلت؟ تعال نجرب كده الان ب 2، 1 4 2 3، دي هتبني بنفس الالجوريثم اللي قلناه فوق. جرب بقى الرنجات دلوقتي، اول 2 خلاص دايما اول 2 مش هيبقى فيهم مشاكل، فين المشكله هنا؟ 1 1 و2 طلع 1، خرج 4 ودخل 3 بقى ناقص 1، بعد كده هتخرج 2 ودخل 1 ناقص 1. دلوقتي الاثنين كونسيجيتيف اللي ورا بعض دول بقوا بناقص 1 وناقص 1، وده غلط لان هيبقى فيه مثلا لو في سيكونس اللينس بتاعها 10، في سيكونس الثاني اللينس بتاعها بقى 8، الفرق بقى 2 مش 1. طيب فايه المشكله هنا؟ خلاص ده حصل تاني. بتيجي تبص على ان ب 4 تبني بعد برضو اللي هو ايه اخر رقم هنا في السيكونس الاولاني من 8 من 8 ل 6 ومن 2 ل 7، بتيجي تبص هنا تلاقي ده ناقص 1 وناقص 1. يعني لما بتيجي تقلب عشان الاثنين دي هتروح تجيب ايه؟ الاثنين دي هتروح تجيب يعني السيكونس بتاعت الاثنين من 2 ل 7، لما تيجي تجيب اللي بعدها اللي هو تخرج الاثنين وتدخل الواحد هتبقى كانك بتلف. فالمشكله فين؟ ان اللفه دي بتاعت ان الثلاثه تجيب الواحد دايما هتعمل لك المشكله، دايما هتعمل لك الايه؟ السيكونس بتبدا عند 3 1 دي، انت عشان اللينس ايفن هي عماله تعمل ايه؟ بلس 1 ناقص 1 بلس 1 ناقص 1، بعدين هتبقى ناقص 1 تاني، مش هتبقى بلس 1. خلاص يعني فاهمين؟ لما تيجي السيكونس تخلص وتيجي تلف اللفه بتاعتها هتلاقي دايما يبقى في ناقص 1 ناقص 1، او لو عكست هتبقى بصوره ما هتبقى بلس 1 وبلس 1، فيحصل الايه؟ الجاب. فدي دايما مشكله الايه؟ مشكله الايفن. بالمنظر ده يبقى الكود بتاعنا بمنتهى السلاسه، هو ممكن يكتب اصغر من كده شويه. لو الرقم ايفن قول له نو، لو الرقم اود يبقى احنا معانا 2 ان نمبر، ممكن نثبت اول رقم بصفر والقصاده ب 2 وابدا اكس ب 4، وبعدين هنحط هنا 4 و 3، واللي بعدها نحط هنا 5 و 6، ونقعد نعمل الايه؟ اللفه دي. وبالمنظر ده نكون خلصنا. علمكم الله ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما. سلام عليكم.